السلام عليكم، من الذي يصارع من في اليمن؟ ربما يدخل هذا السؤال في خيمة الكوميديا السوداء التي تلف المنطقة، حيث لم يعد يعرف للصراع طبيعة ولا هوية، على الأقل لدى كثيرين من أبناء المنطقة. هل يتصارع اليمنيون مع أنفسهم؟ أم أنهم يصارعون غيرهم؟ أم أن غيرهم يتصارع في اليمن على شيء آخر؟ أم أن غيرهم يتصارع على اليمن؟ بعد الفاصل. ثمة من يرى في اليمن اليوم أنه الأسير الذي يتلقى ضربة كلما اختلف اثنان من الدول الإقليمية المتصارعة فيه، وثمة من يرى أن الدولة العميقة التي تصنع على عين اللاعبين الفاعلين في اليمن هي الفائز الأول في كل ما يجري، وثمة من يرى أن اليمن الفقير من ثروات بات صيدا ثمينا للأغنياء. لكن كل الرؤى المطروحة اليوم عاجزة عن إبصار المستقبل الذي ينتظر صنعاء وأخواتها من المدن اليمنية. هذه الحلقة من برنامج حديث العرب تبحث في تطور الأحداث اليمنية وفي طبيعة صراع الحاصل الآن، ثم تحاول استشراف مآل التفاعلات السياسية التي تحيط به وأثرها على مستقبل البلاد. أهلا وسهلا بكم. رغم ثلاث سنوات مرت منذ بدأ التحالف العربي حربه ضد انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، ما زالت الأزمة اليمنية تراوح مكانها. أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وكوارث إنسانية تتقاذف اليمنيين في ظل انقسام بات جليا داخل معسكر الشرعية، رغم ما حققه من تقدم عسكري خلال السنوات الثلاث الماضية. ولعل الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن قبل أسابيع كشفت عن عمق الخلافات داخل معسكر الشرعية، خلاف دفع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى التلميح إلى وجود من يؤيدون مخططات سقوط الوحدة وتقسيم اليمن داخل التحالف العربي، محذرا من أن ذلك إن تم فلن يقل فداحة عن جريمة انقلاب الحوثيين على الشرعية. تلميح بن دغر أكد ما ذهب إليه محللون من اختلاف في الأهداف والاستراتيجيات بين قطبي التحالف العربي في السعودية والإمارات، فبينما تضع الرياض الحرب ضد الحوثيين كأولوية قصوى مدفوعة في ذلك بصراعها التقليدي مع طهران، تركز أبوظبي على السيطرة على الموانئ اليمنية، وكذا تركز على محاولة إبعاد بعض القوى اليمنية سيما الإسلامية منها عن تولي أي منصب قيادي داخل معسكر الشرعية، ناهيك عن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى للانفصال عن اليمن. وبالتزامن مع تلك الخلافات، فإن ثمة انتقادات يوجهها المجتمع الدولي للتحالف العربي تتعلق باتهامات باستهداف المدنيين من قبل طائرات التحالف، وهو ما بدا واضحا أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا. في المقابل تسعى إيران إلى تعزيز نفوذها في اليمن عبر تقديم الدعم للحوثيين، وإن نفت ذلك تجنبا للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع السعودية. وفي المحصلة، فإن احتدام الصراع والتجاذبات الإقليمية على الساحة اليمنية وطول أمد الحرب التي دخلت عامها الرابع خلف انهيارا لمقومات الدولة اليمنية الهشة أصلا، وعودة إلى المعايير القبلية، فهل يأتلف شركاء الشرعية المختلفين إنقاذا لليمن؟ للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ صالح الجبري، مدير مركز يني يمن الإعلامي، والأستاذ خالد الإنسي الآنسي، القيادي في الثورة اليمنية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ مع الأستاذ صالح. الآن من القوى الإقليمية المتنافسة أو المتصارعة في اليمن، وعلى ما يجري التنافس أو التصارع الآن؟ اسمح لي في البدايه اولا انه اختلف معك في العنوان، لانه ما يحدث في اليمن هو صراع بين دوله تمثلها شرعيه معترف بها عالميا، وبين ميليشيا انقلابيه ممثله بالحوثيين واتباع المخلوع المقتول علي عبد الله صالح. صراع هذه الميليشيات انقلبت على الدوله، وبالتالي الدوله ممثله بالرئيس الشرعي هادي المعترف به عالميا استدعى دول التحالف العربي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية للمشاركة أو دخول اليمن لإنقاذ اليمن من ميليشيات الحوثي الإيرانية. فهذا صراع بين دولة وشرعية وبين ميليشيات انقلابية. الدولة تريد إعادة الأوضاع إلى مكانها الصحيح،
وإعادة الدولة إلى العاصمة صنعاء. وجاء القرار 22/16 من مجلس الأمن يؤيد ما تقوم به الآن الدولة والتحالف العربي. نعم أستاذ صالح، حقيقة عنوان الحلقة هو يعني مستقبل الشرعية اليمنية في ظل التجاذبات الدولية، لكن الحقيقة الآن هناك أطراف إقليمية دخلت بقوة على الخط. السؤال هي برأيك أنت كمراقب للشأن اليمني، مراقب عن كثب، من هي القوى الإقليمية الآن التي تتصارع في اليمن وتتنافس فيه؟ التحالف العربي ويقوده رأسان واضحان هما السعودية والإمارات العربية المتحدة. نعم. والحوثي تدعمه إيران صراحة وبكل وضوح، ولو أن ميليشيا الحوثي لم يعترف بها لم تعترف به أي دولة في العالم، يعني حتى إيران هي تقول أنهم أقلية مظلومين، يعني لم يعترف بهم، يعني غير معترف بهم أصلا لا في القوانين الدولية ولا في مجلس الأمن ولا أمم المتحدة. وبالتالي هناك في اليمن قوة واضحة هي أولا الشرعية، ثم الدول الإقليمية وممثلة بالتحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات. صحيح أن هناك الإمارات خرجت عن مسار وأهداف عاصفة الحزم وأهداف التحالف العربي في اليمن، وهذا سنتكلم عنه من خلال الحلقة. وواضح الصراع من قبل إيران التي تدعم ميليشيات الحوثي صراحة بالأسلحة سواء قبل الحرب أو أثناء الحرب أو حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى ميليشيات الحوثي. وبالتالي في اليمن هناك صراع واضح بين الشرعية ويدعمها التحالف العربي وبين ميليشيات الحوثي مدعومة من قبل إيران. هذه الصورة صارت واضحة. ثمة من اليمنيين من يختلف معك ويقول بأن اليمنيين بكل أطرافهم تحولوا إلى أدوات لصراع خارج الحدود يحدث على الأرض اليمنية. لا لست من يدعم هذا الرأي حتى لا يخرج الموضوع عنه. هناك من يقول بأنه صراع بين السعودية وإيران داخل الأراضي اليمنية. لست مع هذا الرأي، لكن هناك دعم. لماذا لست مع هذا الرأي؟ لأنه هناك شرعية، هناك رئيس، هناك حكومة، هناك يعني المجلس القرارات الدولية تصنف ما يحدث في اليمن بهذه الطريقة، أن هناك في شرعية استدعت تحالف عربي ضد ميليشيات يعني حوثية مدعومة من إيران. هكذا هي الصورة الآن. لم نسمع في أي قرار بأن هناك دول إقليمية وأن هناك حرب بين دول الخليج مثلا وبين إيران. دعونا يعني من وجهة نظري طبعا أن تكون الصورة هكذا، أنه صراع أو حرب بين إعادة الدولة ممثلة بالشرعية وبين ميليشيات انقلبت على هذه الشرعية، الميليشيات سواء كانت إيرانية أو الآن المجلس الانفصالي الآن الموجود في مدينة عدن الذي للأسف الشديد يعني لخبط الأوراق داخل مدينة عدن وأساء إلى الشرعية، لأنه لم يعني لم 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 يساهم في بث الأمن والاستقرار في مدينة عدن حتى تعود الحكومة ويعود الرئيس هادي ويعني يعني يدير الدولة على الأقل من العاصمة المؤقتة مدينة عدن. أستاذ خالد، هل ما زال الصراع الآن بين ميليشيات انقلابية وبين قوة شرعية، أم أن خلال السنين الأربع على الانقلاب الحوثي وما شاهدته البلاد من تفاعلات سياسية وأحداث جسيمة وتدخل أطراف دولية غير مسار وطبيعة الصراع في النهاية؟ شكرا جزيلا. هو تقريبا وصف المشهد في اليمن بأنه كوميديا سوداء أعتقد وصف دقيق يلخص الحالة اليمنية بشكل كثير، وأنا أعتقد أنه كل الصور وكل الاحتمالات التي جاءت في مقدمة الخبر تنطبق على المشهد في اليمن. مقدمة يعني الحلقة تقصد؟ مقدمة الحلقة يعني هي يعني كل ما قيل كل الفرضيات تحدث في اليمن في آن واحد، باستثناء أنه صراع مع دولة عميقة، ربما نقول أنه صراع مع عصابة عميقة لأنه لم تنشأ في اليمن دولة حتى نقول أنه كان هناك مثلا دولة نشأت اليمن كانت تحكمها عصابة ووجدت أشكال الدولة فيها. لا شك أنه الأساس في الصراع أو بداياته، وهذا ما كنا نفهمه كيمنيين ونريده كيمنيين، أن يكون صراع ما بين الشعب اليمني والشرعية التي تمثله وما بين ميليشيات انقلبت وتمردت على هذه الشرعية متمثلة بميليشيات الحوثي وميليشيات المخلوع صالح وحزبه. لكن حقيقة الأمر عندما نأتي فيما بعد في المآلات نجد أن الصراع تعدى ذلك، أصبح صراع مع اليمنيين. اليمنيين يواجهوا حرب متعددة من أكثر من قوة، والقوة الأولى الظاهرة فيما يتعلق بهذا الكيفية المتمثلة بالميليشيات الإنقلاب بشقيها كما يطلق عليه في اليمن العفاشي أو النظام السابق الذي ثار عليه اليمنيين نظام المخلوع صالح وميليشيات الحوثي. والصراع ومن وراء هذه الميليشيات
كان هو المشروع الإيراني والأجندة الإيرانية التي كانت تريد أن يكون لها وجود، ونستطيع أن نقول أنه صار من خلال هذا الميليشيات لديها، أصبح لديها وجود ميليشياتي. وصار لدى اليمنيين أيضا صراعات أخرى مع دول كان يفترض أنها تدخلت في الحرب اليمنية لمساعدة اليمنيين ومساعدة الشعب اليمني والشرعية، والتي تتمثل بشكل واضح في السعودية والإمارات. يعني أصبح لدينا صراع مع هذه الدول، إلا أنه لم يتحول إلى صراع معلن. في جانب منه نجد أنه ربما أكثر وضوحا من صراعنا مع إيران. يعني مثلا إيران تصارعنا عن طريق الحوثيين بشكل غير مباشر، لكن إيران لم تعترف بالانقلاب. لكن لدينا على سبيل المثال الإمارات تصارع الشرعية، ومن خلال ميليشيات حولت جزء من فصائل كانت موالية لإيران وتدربت في إيران وولائها كان في الأساس لإيران، الإمارات حولتها إلى ما يسمى بالحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي. ما المانع إذا كانت استملتها من طرف إيران إلى طرفها؟ هي للأسف يعني هي لم تستميلها، هي غلفتها، هي حمتها. يعني الذي حصل في الجنوب أنه تم ضرب المقاومة الحقيقية، تم ضرب من واجهوا إيران، تم ضرب من واجهوا الميليشيات الحوثي وميليشيات صالح وإقصائهم من الجنوب، وتم تمكين من يوالون إيران. بمعنى صار لدينا كسؤال يمنيين، هل حقيقة الإمارات تواجه إيران؟ وتحولت ممارسات الإمارات في اليمن إلى ممارسات احتلالية. يعني إذا كان الآن الحوثيين لدينا إشكالية، لأنه الحوثيين في نهاية المطاف يمنيين، يعني لديهم ولاء لإيران لا يخفوه لا ينكروه، لكن الإمارات الآن استولت على جزر يمنية، عطلت موانئ يمنية. كان في البداية كنا نقول كيمنيين أن هنالك ربما تباين أجندات ما بين السعودية التي تقود التحالف وما بين الإمارات، لكن اتضح مع مرور الوقت أن هنالك تبادل أدوار، وأن الإمارات تستخدم من قبل السعودية كيد قذرة تنفذ بها أجنداتها وتلمع فيها، وأنه توزعت الإمارات والسعودية. السعودية سيطرت على الإصلاحيين والسلفيين المنتمين لتيار الثورة والتغيير واحتوتهم وحولتهم إلى رهائن داخل السعودية، واستطاعت أن تتحكم فيهم لا يتحركوا. والإمارات سيطرت على جزء آخر من السلفيين الموالين للرئيس المخلوع للنظام السابق والتيارات الناصرية واليسارية وتحكمت فيهم، مع التيارات التي كانت موالية لإيران والاشتراكيين، وأصبح نوع من تبادل الأدوار. وصارت اليمن تعاني الآن إذا كانت مثلا لدى إيران مشروع مثلا كان لسيطرة أو لفصل اليمن إلى شمال وجنوب، ميليشيات موالية في الجنوب تكون موالية لها. أصبح لدينا الآن واجه مشروع تفتيت تقوم به السعودية والإمارات، مشروع لتفتيت اليمن على أساس مناطقي. يعني هناك مخاوف. قبل المخاوف، يعني ثمة نريد أن نبحث مع الأستاذ صالح يعني التأثيرات السياسية والأمنية التي خلفتها أو أنتجتها صراعات النفوذ بين الدول الإقليمية على اليمن أو في اليمن. ما هي التأثيرات السياسية والأمنية التي أنتجها هذا الصراع على النفوذ في البلاد؟ يعني حتى لا ننظر أيضا بالنظارة السوداء على ما يحدث في اليمن. قبل أن أجيبك على السؤال، لو تكلمنا عن عاصفة الحزم حتى أنه منصفين، يعني منذ 3 سنوات حتى اليوم، كان الحوثيون قبل 3 سنوات قد وصلوا إلى داخل مدينة عدن. اليوم يعني سقطت الشرعية كلها باستثناء حضرموت والمهرة، وأصبح كل اليمن تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. اليوم هناك 85% من مساحة اليمن بيد الشرعية، لكن المنطقة الفاعلة بغض النظر على الأخطاء الموجودة الآن، يعني أخطاء الشرعية وضعف الشرعية وضعف الرئيس هادي، وأصبح قرار اليمن وأصبح قرار اليمن هو مرتهن طبعا بقرار دول التحالف. لكن أصبح عندنا الآن جيش وطني، كان قبل 3 سنوات ما عندنا جيش، عبارة عن مقاومة شعبية. الآن عندنا جيش وطني لا يتبع للرئيس هادي ولا حزب فلان ولا شيء، أصبح جيش وطني تستطيع أن تعتمد عليه في يعني حماية سيادة البلاد والتقدم والوصول إلى داخل، والآن هو على أبواب مدينة صنعاء. المشكلة أنه لا يوجد قرار شجاع عسكري من قبل الشرعية ودول التحالف العربي. هذا ما يؤخذ على التحالف العربي وعلى الرئيس هادي، لا يوجد قرار بالحسم العسكري.
صحيح أن المؤشرات في الميدان تقول أن الحل في اليمن هو سيكون حلاً عسكرياً، لأن الحوثي لا ولن يجلس على طاولة الحوار، ولا يمكن ينجح الحوار السياسي أبداً مع الحوثيين، لأن الحوثي هو يحارب بعقيدة يعني مستميتة مدعومة من إيران، بعكس الانفصاليين أو المجلس الانتقالي الانفصالي في عدن أو المجموعة من المرتزقة ممكن تشتريهم بالمال، لكن الأخطر هي ميليشيات الحوثي. وبالتالي أصبح الآن في اليمن، لا يوجد في اليمن حتى يعني لا أقول معارضة أو حكومة، أصبح هناك شرعية جمعت إنجاز التعبير المعارضة والأحزاب وأطياف المجتمع كلها ضد مشروع إيراني في اليمن عن طريق ميليشيات الإيرانية. الإيران انظر ماذا حدث في سوريا، لا نقارنها باليمن، انظر ماذا حدث في العراق، خلاص ما سوريا والعراق الآن بيد إيران. لا لا لا، لكن في اليمن نجحت الشرعية بالتحالف العربي رغم الأخطاء الموجودة والأهداف الغامضة بالذات للإمارات، لكن صدقني لو استطاعت الحكومة والتحالف أن تجعلوا مدينة عدن عاصمة مؤقتة، قدمت الخدمات وعادت الدولة وعادت الحكومة وعاد الرئيس هادي، لا وقضي على هذه الميليشيات التي تتبع أشخاص ومجالس المدعومة بعضها من الإمارات للأسف الشديد، والتي يد أو رجل مع الشرعية كما تقول ورجل أخرى ضد الشرعية، هذا هو العجيب. وبالتالي أنا أقول بأن المشروع في اليمن أصبح مشروع واضح، وهناك شرعية يتبعها أحزاب يعني كبيرة، هذه الأحزاب الكبيرة بالقديمة والجديدة الفئات المجتمع كلها في صف الشرعية. هناك ضعف، صحيح ضعف واضح، وهناك تأخير في الحسم العسكري من قبل التحالف، لكن الآن الجيش الوطني على أبواب مدينة صنعاء الآن في منطقة تسمعونها يعني بالعام في صالح منطقة منذ أكثر من 6 شهور، والإعلام يروج على أن الجيش اليمني هو على أبواب صنعاء وسيطروا على عدد من المديريات، وأن مسألة دخول صنعاء هي مسألة وقت. هذا يدفعني إلى سؤال أستاذ خالد الآنسي، يعني هل التطورات الإقليمية الحادثة الآن وما يحصل من تفاعلات برأيك دفعت بالملف العسكري أو الحسم العسكري إلى الثلاجة كما يقال، وأن بعض المراقبين يقول إن كل ما يجري من أحداث عسكرية وحروب ومعارك هي للتحريك وليس للتحرير، إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟ هو طبعاً لا نريد نتحدث بلغة الشعارات، يعني أنا كيمني ما يفيدني نريد الواقع. التحالف يقول إنه حررنا 85% من الأراضي اليمنية، وهو ما يستطيع يفرض وجود الحكومة الشرعية داخل مدينة عدن التي يقول أنه سيطر عليها والتي يقول أنها تحررت في البداية. يعني حكاية تغليف الإنقلاب وتغليف وجود الإنقلاب، يعني الآن تحول أركان النظام المخلوع الذي كان جزء من الإنقلاب والذي كان يقول التحالف أنه يقاتله، تحول الآن إلى معسكرات يمولها التحالف وتمولها الإمارات والسعودية وترفض أن تعترف بالشرعية. يعني الآن ما البأس إذا كان تحت مظلة التحالف الذي يريد أن يحالف الحوثيين؟ ما هو الحوثي برضو يقول لك أنا مش معترف بالشرعية الرئيس هادي. أصبح أيضا أنت لما تنشئ معسكرات تبع التحالف ولا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه هادي، هدمت مشروعيتك كتحالف، قمت وخطت هذه الحرب من أجل الدفاع عن هذه الشرعية. يعني إيران لا تجرؤ تقول أنها لا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه هادي، لكن الإمارات تحارب شرعية الرئيس عبد ربه هادي علنا. يعني حتى السعودية الآن صارت تحارب شرعية الرئيس عبد ربه هادي، وهي تحتضن الحكومة الشرعية، تقيدها، تستخدم ورقة الشرعية لتمرير أجنداتها. اليمن تاريخيا تحت الوصاية السعودية منذ أكثر من 50 سنة، والسعودية تستخدم اليمن كحديقة خلفية تعبث فيها. للأسف هي التي فرضت نظام علي عبد الله صالح النظام المخلوع، والذي تبين فيما بعد أنه خانها وغدر بها وراح يقيم علاقات مع إيران، وها هي الآن تعيد تستوعبه. مشكلة السعودية أنها لا تريد أن تشأ في اليمن دولة، هي ضد أن تكون في اليمن دولة، ولذلك هي تسعى إلى ألا تتمكن هذه الشرعية. ليس في هذه النظر إغراق في التاريخية؟ احنا نتحدث التاريخ جزء من يفسر لك الواقع، يفسر لك ما يحدث. محمد بن سلمان يتحدث بالحرف الواحد ويقول نحن لدينا قدرة أن نحسم المعركة، هذا كان قبل سنة، نحتفل بهذه التصريحات بمناسبة مرور سنة خلال أسبوع،
وزير الإعلام من أكثر من تقريباً كأسبوع تقريباً يقول أنه لم يتخذ قرار بحسم معركة صنعاء، أصبحت معركة اليمن لاستنزاف اليمنيين. يعني الأجندات المطامع الاستعمارية التي يقولها للإمارات والسعودية، يعني ما مصلحة السعودية في استنزاف اليمنيين؟ هي لو تركتني أكمل سأصل في هذا الأمر. يعني مثلاً الآن عندما يقول التحالف نحن نحارب إيران ونحارب الميليشيات الموالية لإيران، ونجد الإمارات تروح تستولي على جزر يمنية ليس فيها ميليشيات حوثي وليس فيها ميليشيات إيران، وتعطل عودة الشرعية إلى عدن، تعطل الموانئ اليمنية التي يفترض أنها في مناطق تحررت، وتدعم الموانئ الموجودة تحت سيطرة الحوثيين. يصل للحوثيين المساعدات التي تقدم على أساس كمساعدات لليمني، تسلم للحوثيين والحوثيين يبيعها اليمنيين ويحولوها إلى مجهود حربي. الموانئ التي تحت يد الحوثيين تتحول إلى موانئ للمجهود الحربي، بينما مناطق الشرعية معطلة، مطارات، منافذ، حتى وجود الحكومة تم تغيير الوزراء وفق رغبة الإمارات كان يتم التعلل. فالقضية الرئيسية الآن لدي أجندة واضحة. يعني الآن عندما أقول لدي مشكلة مع إيران، ولكن لدي مشكلة مع السعودية والإمارات، وأصبح الذي يعيق الحسم هي السعودية. عندما تتحرك قوات الجيش ويقوم طيران التحالف بقصف قوات الجيش حتى لا تتقدم لتسقط مواقع ولا تتقدم نحو صنعاء، عندما يتم إعاقة تحرير تعز مع أنه كان يمكن أن تتحرر تعز، الإمارات ظهرت أجندتها فيما تريد أن استيلاء على موانئ، استيلاء جزر، تعطيل موانئ معينة ستنافس موانئ دبي. السعودية أجندتها تتمثل في السيطرة على المناطق النفطية، مناطق الثروات في اليمن. ولذلك مصلحة السعودية والإمارات الذي كنت أسأل عنه ألا تنتهي الحرب، ألا تقوم دولة في اليمن لكي يتمكنوا، تظل اليمن في حالة حرب وفي حالة فوضى، لكي يتمكنوا من تمرير أجنداتهم والسيطرة على هذه الأراضي اليمنية وهذه الجزر، وتحويلها إلى جزر خليجية إماراتية ومناطق سعودية، ثم تأتي دولة بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، لا تستطيع أن تعيد هذه المناطق مثل ما حدث مع مناطق من قبل في اليمن سيطرت عليها السعودية وجنست أبنائها، ولم يعد بمقدور الدولة أن تستعيد هذه لأنه طرحت نقاط مهمة سأضيف أبني على ما تفضلت به وأضيف إليه. أسأل أستاذ صالح، يعني إضافة إلى ما ذكره خالد، ثمة من يقول بأن ليس من يقول باتت معلومات واتهامات من الحكومة الشرعية للسعوديين والإماراتيين بأن دول التحالف تقيم علاقات مباشرة مع قادة الأجهزة الأمنية في اليمن، وهناك دعوة من الحكومة من وزراء من الشرعية اليمنية إلى الإقلاع عن هذا التعامل والعودة إلى التعامل مع الحكومة الشرعية. ما التفسير السياسي والاستراتيجي لهذه الخطوة، لهذا السلوك من دول التحالف برأيك؟ دعني أنا أنظر بنظرة برضو إيجابية. يعني تفضل. أنا أتكلم عما ينبغي أن يكون وما يقوم به التحالف العربي في اليمن. هل مصلحة السعودية الآن قدمت 800 جندي قتيل في اليمن؟ 800، يعني اختلط الدم السعودي والإماراتي بالدم اليمني. جميل. فهل مصلحة الإمارات، يعني هل بعد ما تقدم، هل 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 من اللائق أن تنحرف عن أهداف التحالف العربي الذي جاء لإنقاذ اليمن وإعادة الشرعية إلى السعودية؟ هذه واحدة. اثنين، تأخير الحسم العسكري يبدو لي كما يرى الكثير بأنه يخافون ماذا بعد، من سيحكم اليمن. هنا عندهم تخوف من بعض التيارات، بعض الأحزاب السياسية في اليمن، ولذلك ظهر جليا في مدينة تعز وتأخير الحسم العسكري في بعض المناطق. هذه مما يقلق للأسف الشديد الدول التحالف العربي وعلى رأسها الإمارات العربية. يعني هل هذا برأيك سبب لتأخير الحسم العسكري وما ينتج عنه من جوع 3/4 اليمنيين؟ هذا هو للأسف الشديد، يعني كما نراه يعني واضحا. هل مصلحة السعودية الآن، يعني أنا وهذا سؤال نوجهه للتحالف، هل مصلحة السعودية عندما أيهما أفضل لها، عندما تنتصر في اليمن وتقضي على إيران وعلى مشروع إيران في اليمن، أم أن يظل المشروع الإيراني يتمدد في اليمن؟ لا أظن أن مصلحتها، يكفي ما حدث في سوريا ويكفي ما حدث في العراق، انتصرت إيران في العراق وفي سوريا. لكن ما لم تجبني عن سؤالي، تفسيرك وأرجو الاختصار قبل أن أذهب إلى الفاصل، ما تفسيرك لتعامل دول التحالف مباشرة مع قادة الأجهزة الأمنية بمعزل عن الحكومة، بعيدا عن الحكومة الشرعية؟
ولذلك أنا هنا في تذمر شعبي وحتى حكومي الآن. نعم. الرئيس هادي أعلن صراحة، بعض الوزراء أعلنوا صراحة بأنه نرجو من التحالف العربي ألا يتدخل في سياسة الرئيس الشرعي والحكومة. أحد الوزراء اسمه الصيادي أطلقها، وأنه لا نريد يد التحالف العربي أن تبتدي. نعم، وزير الدولة. في وزير سابق أيضا منع من دخول مدينة الشبوة، وقال من الإمارات وراء منعه عبر بعض المرتزقة التابعين للإمارات. هناك تذمر حكومي، لكن هناك خبايا لا نعلمها. إنما نتمنى أن يواصل التحالف العربي الحسم العسكري والتواصل مباشرة مع الشرعية، وإن اختلفت بالذات أجندة الإمارات مع الرئيس هادي، وأصبحت واضحة أن هناك عداء ما بين الرئيس هادي وما بين دولة الإمارات المتحدة، وتعمل السعودية على تقليل هذه الفجوة. ونخشى وأرجو ألا تنجر السعودية وراء محمد بن زايد. ما أسميته عداء بين الرئيس عبد الرب منصور هادي والإمارات سنبحثه بعد العودة من الفاصل. نكمل حديثنا عن اليمن والتجاذبات الإقليمية بعد الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم لمواصلة الحديث عن طبيعة الصراع في اليمن بعد 4 سنين على الانقلاب الحوثي في هذا البلد. أستاذ خالد، لماذا يطالب وزير يمني بعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وزير في الحكومة الشرعية، بعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى اليمن؟ ما أسباب هذه المطالبة؟ ماذا وراءها؟ هو طبعا ما ينفعش نقول أنه التحالف يقول أننا قاتلت من أجل الشرعية وقاتل في اليمن من أجل عودة الشرعية إلى اليمن وأمن عودة الشرعية إلى اليمن. أنا اللي واضح فيما يتعلق تصريحات يعني تصريحات الوزير الصيادي، تصريحات وزير النقل قبله، تصريحات نائب رئيس الوزراء جباري، تصريحات يعني ما حدث للرئيس عبد الرب هادي من استهداف الألوية التابعة له، من منع طائرته من العودة، من الهبوط في عدن، من إرجاعه من مطار الرياض حتى لا يعود إلى عدن، يوضح أن لدينا شرعية تحت الإقامة الجبرية. خالد، ثمة من يقول بأن السعودية يعني لديها علاقة قوية مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأنها تتخوف عليه أمنيا في عدن، وأنت تعرف أن اغتيالات كثيرة تحدث بشكل شبه يومي في عدن. ما معنى أن تقول أنك حررت 85% من اليمن وأنت مش قادر تأمن منطقة؟ كان ممكن هذا أمر آخر. كان ممكن يأمنوا سوق قطرة التي ليس فيها لا حوثيين ولا ميليشيات لصالح، بدل أن تتحول إلى قاعدة عسكرية للإمارات ويمنع اليمنيين من دخولها وجزيرة ميون على سبيل المثال. يعني هذه مبررات سخيفة لا يمكن القبول بها. هم يتحدثوا أنهم بنوا جيش. طيب إذا كان الجيش مش قادر يحمي وجود الشرعية، ما الفائدة من انتظر أخي صالح؟ معذرة، بس بغض النظر عن موقفك من السعودية، السؤال هو لماذا يدعو وزير إلى عودة الرئيس عبد الرب إلى السعودية إلى اليمن؟ ليس لي موقف من السعودية ولا من الإمارات، يعني أنا موقفي من تصرفاتهم. نحن نتحدث عندما نقول أنه تم بناء جيش وطني، ثم نقول أنه لا يمكن يأمن الرئيس عبد الرب هادي. يعني إذا قوات تحالف من 10 دول لا تستطيع أن تؤمن الرئيس عبد الرب هادي في 85% يقولوا أن قد تحررت، معنى ذلك هم يكذبوا علينا. لا نريد أن نظل نخدر أنفسنا. الأمر الآخر، محمد بن سلمان يقول نحن متطابقين والإمارات، آخر تصريح للجبير يقول نحن متطابقين تطابق تام. أنا لا أريد أن أكيس بالشعارات، لأن الحوثيين مثلا يرفعوا شعارات ويمارسوا التصرفات غير. لو أقيس الحوثيين بالشعارات أو إيران بالشعارات، نقول إذن إيران والحوثيين يريدوا أن يحرروا فلسطين من إسرائيل، علينا أن نقف معهم، لكن تصرفاتهم عكس ذلك. الأمر نفس الأمر فيما يحدث بالإمارات والسعودية، يرفعوا شعارات معينة ويمارسوا غيرها. حتى على صعيد بناء الجيش، كان تم بناء جيش في الجنوب وتم ضرب الجيش الوطني، وتم الآن بناء قوات ميليشيات. أليس عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي بهذه الطريقة إلى اليمن هي إعلان قطيعة مع دول التحالف؟
حقيقة الأمر هو يفترض الآن أن الرئيس عبد ربه مش فقط يعود إلى عدن، يهرب، يعني إذا مش قادر يعود برضاهم يفترض أن يهرب من السعودية، لأن الآن التحالف أصبح هو من يعيق تحرير اليمن، هو من يمزق ويفتت اليمن، هو من يبقي الحوثيين. الآن مفاوضات مع الحوثيين داخل السعودية وداخل مسقط للإبقاء الحوثيين. يجب علينا أن لا نقيس أن السعودية خسرت 800 واحد وأنا كيمني خسرنا طيب. عشرات الآلاف من حزب الإصلاح فقط الذي ينتمي للأستاذ صالح الجبري كانوا يقولوا أنهم خسروا 12 ألف شخص حتى الآن. يعني عندما أنظمة عبثية مثل النظام السعودي أو الإماراتي طيب. لا يبالي كم سقطوا في اليمن. هو مشكلتنا الآن الغباء الخليجي الذي سلم يعني صنعاء يعني إلى الحوثيين، استلموا صنعاء بأموال السعودية وبأموال إيران. الآن هل باتت القضية هي عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى السعودية؟ تحولت القضية إلى اليمن؟ هل هي تحولت القضية اليمنية إلى هذه القضية الآن، إلى هذه البؤرة، هذا المركز، هذه النقطة؟ ليس هذا هو هذا مطلب من منذ فترة، نطالب كيمنيين بعودة الرئيس هادي إلى مدينة عدن، وكنا نتمنى أن تكون مدينة عدن مدينة أن تعطى الخدمات لتكون عاصمة مؤقتة. صدقني لو عدن لو تعاونت الشرعية مع الاتحاد العربي وقدموا عدن مدينة فيها السلام، فيها الأمن القوي، فيها الخدمات وأدار الدولة، وعاد الرئيس هادي والحكومة، تستطيع أن تخاطب الدول وأنت داخل البلد وأن تدير الحرب وأنت داخل البلد. لكن أي فارق على الأرض يمكن أن يصنعه عودة عبد الرب منصور هادي إلى اليمن؟ أي فارق؟ الفارق عندما تكون موجود وتتلمس هموم ومشاكل المواطنين داخل اليمن أفضل من أن تكون في الرياض. لكن لست مع الأستاذ خالد بأنهم هناك يعني في إقامة جبرية. الأحزاب قيادة الحزب السياسي الآن تخرج من السعودية وتعود وتذهب إلى كل دول العالم، الأمر طبيعي ليس بتلك الصورة التي وضعها الأستاذ. لكن أقول أنه مطلب نحن كيمنيين، أنا أؤيد فكرة أنه المطالبة بالرئيس هادي والعودة، هم يقولون يخشوا عليه من الاغتيال لأن مدينة عدن غير آمنة. طيب مدام غير آمنة، أين دور الأجهزة الأمنية؟ أين دور الشرعية؟ أين دور التحالف العربي الذي حرر مدينة عدن في 6 ساعات؟ يعني لو عنده لو 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 هناك قرار شجاع لتحررت صدقني اليمن خلال 2 أسبوع إلى شهر. إذا وجدت الشجاعة والقرار العسكري من قبل الشرعية والرئيس وقيادة التحالف العربي لتحررت اليمن. لكن ما الذي يدور وراء الكواليس؟ هذه المشكلة. وهل هناك خلاف بين دول التحالف بين الإمارات والسعودية هذا، وينعكس ذلك سلبا على الحرب في اليمن؟ برضو هذا سؤال آخر وكبير. لكن ما أريد أن أقوله بأن هناك في خوف على الرئيس هادي، لأنه لو حصل الرئيس هادي شيء سيصبح الحوثي هو يعني هو المسؤول أو الرئيس الفعلي لليمن كسياسة أمر واقع موجودة، ويقول نحن نخشى عليه. حتى الحكومة عندما الآن تذهب إلى عدن تظل في القصر المعاشق حتى لا تستطيع أن تخرج بسبب الميليشيات التي تطالب بالقضاء على أي ميليشيات، ويصبح هناك جيش وطني لا ميليشيات لأي حزب أو جهة أو شخص. هذه المشكلة. صدقني لو تم تأمين مدينة عدن واتخذ القرار من قبل الحكومة والرئيس هادي بدعم من التحالف العربي، وقدمنا نموذج في عدن كما يحدث في بعض المناطق مثل مدينة مأرب، مدينة يعني شبه آمنة وأفضل بكثير من مدينة عدن. فالمشكلة أنه في إشكالية، يعني في تأخير في الحسم العسكري، يعني هل هذه المصلحة السعودية؟ هل هذه المصلحة الإمارات؟ هل هذه المصلحة التحالف العربي؟ هذا السؤال برضو الذي خلنا يعني نسأل أنفسنا، يعني هل الواحد يعني إطارة الحرب لمصلحة دول الخليج؟ ما أدري. قبل أن أذهب إلى الفاصل، ثمة سؤال وراء هذا السؤال الذي طرحته أريد أن أوجهه للأستاذ خالد الأنسي. يعني انشغال اليمنيين في الصراع فيما بين أنفسهم مرة، وفيما بينهم وبين دول التحالف العربي مرة أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يعزز حضور إيران في المشهد اليمني؟ وأنتم ترون بأنه تقولون بأن إيران لديها مشروع احتلالي في اليمن. مدام مأرب آمنة، لماذا لم يعيد الرئيس عبد الرب هادي إلى مأرب؟ إذا أنا أتحدث عن إيران. إذا عن إيران. سيتعلل بذلك. أيضا هناك وجهات نظر معينة ويجب أن لا يتعدها واحد، لأنه ليس شخص يتحدث لوحده، يعني مثلا بعض النقاط لا يمكن تعديتها. الأمر الآخر، يعني حقيقة الأمر يجب أن لا نتحدث عن الإمارات والسعودية بقواعد العقل والمنطق، لأن هذه دول لا تستخدم قواعد العقل والمنطق. يعني أنا أريد أن أقول في أداها. هي الحلقة ليست عن الإمارات والسعودية بقدر ما هي عن مستقبل الشرعية اليمنية. الآن ما فرص تعزز الدور الإيراني في المشهد اليمني في ظل انشغال اليمنيين بأنفسهم مرة، وانشغالهم في الصراع مع دول التحالف مرة أخرى؟ إيران في غفلة من الجميع تتمدد في إيران
إيران، وأنتم تقولون بأن لديها مشروع إحلالي في اليمن، ما فرص تعزز هذا الدور؟ هي السؤال فيما يتعلق الآن، هل الآن تستخدم الآن إيران أو تستخدم الأطماع الإيرانية لتمرير أطماع أخرى؟ أيضا أنت من حقك أن تسأل ما تريد، وأنا من حقي أن أجيب كما أريد. نعم، لكن لأنه الآن التحالف واضح من خلال أدائه أنه لا يريد أن يقضي على الحوثيين، يريد أن يبقي الحوثيين لكي يبتز اليمنيين بالحوثيين، يعني يخوف الإصلاحي والسلفي بالورقة الطائفية والخوف على المذهب بالحوثيين ويستمر يستنزفه بهذا الأمر، يستبز اليمنيين مثلا الشمال بقضية الوحدة، يستبز الجنوبيين، يبتز الجنوبيين أو تيار الانفصال في الجنوب بقضية الانفصال، بينما هو يفتت اليمن، بينما هو يحتل اليمن، بينما هو يطمع في اليمن. إذا كان جاري وأخي الذي جاء يساعدني يعمل هذا الأمر، يعني يعمل هذه الأمور، إذا كانت إيران مطامحها وهي بعيدة، يعني الآن دحين لا أستطيع أن أجادل في الحوثيين لأنهم يمنيين، لكن عندما تتحول الإمارات، تحول أراضي يمنية إلى أراضي إماراتية وتدخلها وتصبح الاتصالات اليمنية لا تصلها، الطيران اليمني لا يصل، أنا كيمني لا أستطيع أن أدخل جزر يمنية لأن الإمارات صارت تحتلها. هنا الحديث عندما أقفز للحديث عن إيران والمطامع الإيرانية وأتجاوز ما هو واقع، المشاهد اليمني لن يحترمني. أنا لا أريد أن أروج لا لإيران، ونحن حاربنا إيران وإيران وصلت لليمن كميليشيات حوثية بفلوس السعودية والإمارات، والآن من الذي يمنع الشرعية أن تقضي؟ الجيش اليمني هل هو غير عاجز أن يصل إلى صنعاء؟ الجيش اليمني بمقدوره أن يصل، الذي يمنع الجيش اليمني أن يصل إلى صنعاء هي طائرة التحالف التي تقصف القوات اليمنية كلما حاولت أن تتقدم. ستجل. وبالتالي أي حديث عن مستقبل الشرعية والتحالف يتعامل بهذا الأمر، الشرعية تحت الوصاية أصبحت مشكلتي الآن والسعودية والإمارات والتعالف. ستجد من قبل إيران ستجد من اليمنيين من يقول لك إن السعودية والإمارات لو أرادا حقا كما تقول احتلال اليمن لدفعوا بجيشيهما وسيطروا على المناطق المحررة. نريد أن نبحث مستقبل اليمن في ظل ما تفضلت به. ما هو يريد يحتل اليمن بأقل كلفة، يريد أن يحتل اليمن بدون مقاومة، بدون أن ينتبه اليمنيين. احتلال ناعم يعني أساساً. بعد الفاصل نبحث هذا، نذهب إلى فاصل أخير ومن ثم نستكمل ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نحاول فيه استشراف مستقبل اليمن في ظل التعقيدات التي تحيط به وتكثر يوما بعد آخر. صالح، بغض النظر عن الموقف من عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني وأدائه وفريق حكمه، بغض النظر عن كل ذلك، الشرعية اليمنية، الحكومة الشرعية ما زالت الخيط الذي يجمع اليمنيين، الخيط الذي يرمز إلى وحدة اليمن حتى الآن. ماذا يمكن لهذه الشرعية اليمنية أن تفعله لصالح اليمن في ظل التعقيدات الداخلية والإقليمية والدولية الآن؟ الحكومة اليمنية تصور أنها الآن يعني بدون موازنة لمدة 4 سنوات، ليس عندها موازنة. حتى عملت هذا العام 2018 موازنة، ولكن للأسف الشديد الموارد للخزينة الدولة لم تصل إلى الشكل المطلوب. الوجود الاغتيالات في مدينة عدن أساء أيضا إلى الشرعية من بعض الحراك الانفصالي المدعوم من بعض من إيران من الإمارات كما يتهم الكثير. وبالتالي الحكومة أمامها الآن وهي تقوم بدور لا بأس به، ولا نستطيع أن نطالبها بأكثر من قدرتها، لأنها بالأخير معظم أيامها خارج اليمن، وإن عادت إلى عدن تعود إلى قصر المعاشير. أنا أقول ما الذي ينبغي من دول التحالف يعني مشكورة التي دخلت اليمن على رأس المملكة العربية السعودية والإمارات والسودان وما إلى ذلك،
قدموا تضحيات، قدموا دماء مع وجود طبعا اخطاء، الاخطاء نقول له هذا خطا، سواء كاخطاء بشريه او اخطاء عسكريه، لكن نقول بالاخير انه علينا ان نقدم مدينه عدن مدينه نموذجيه، مدينه تليق كعاصمه مؤقته لليمنيين. قلت لك الان الجيش الوطني على ابواب مدينه صنعاء، ولو استطاعت مدافع الجيش اليمني ان تضرب ميدان السبعين وسط العاصمه صنعاء لا ضربت، لكن العاصمه صنعاء فيها 3 إلى 4 مليون نسمه، وهناك من اليمنيين يعني يتوقون الى قدوم الجيش الوطني. الحكومه رواتبها ما زالت على دول الخليج، تصور رواتب الموظفين كلها على دول الخليج العربية، على السعودية، على المملكة العربية السعودية. الجيش بدون رواتب، إن جاءت رواتب يعني بعض الشهور وشهور لا تأتي، بل أحيانا بعضهم يظل أكثر من سنة. أما عند الانقلابيين الناس بدون رواتب من سنة وثمانية أشهر، يعني وضع يعني صنعاء أو المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين يعني تكاد تنفجر في أي لحظة. الناس متذمرين منتظرين، لكن لا يجدون من يستندون على ظهره. لو جاء الحكومة الشرعية والجيش الوطني ومكن من الدخول، صدقني أول من سيخرج هم أهل عاصمة صنعاء يستقبلون بالهتافات والتصفيق للجيش الوطني. فأنا أقول أن الحكومة بقدر نحن نلومها في بعض الجوانب، ولكن لا نحملها فوق طاقتها، لأنه حتى رواتب الحكومة هي على نفقة السعودية. إنما المطلوب من دول التحالف العربي، نتمنى هذه رسالة نقدمها مرارا، أن يلتزموا بأهداف التحالف، هو إنقاذ الشرعية وإعادتها إلى العاصمة صنعاء، والرئيس هادي إلى على رأس الشرعية في العاصمة صنعاء، وسحب الأسلحة الثقيلة للدولة، وإرجاع الحوثي ويتحول إلى حزب سياسي. وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن 22/16، واضح بين اعتراف الرئيس هادي، إعادة الشرعية، سحب الأسلحة الثقيلة من ميليشيات الحوثي. وبعد ذلك الحوثي نحن لا نقول أن نزيله، هو بالأخير يمنيين، ولكن كل من طلطخت يده بدماء اليمنيين هذا يقدم إلى العدالة وإلى الحكومة، إلى المحاكم اليمنية بعد أن تستقر الدولة. وهناك مخرجات الحوار الوطني، هناك مخرجات ثم المخرجات الحوار الوطني، كانت كل القوى السياسية موجودة، الحوثي والمؤتمر الشعبي الأول والحزب الحاكم السابق والمعارضة والإصلاح والإشتراكي والناصري، الكل مجمع على هذه الوثيقة. صدقني لو التزم الناس بهذه الوثيقة قدمنا نموذج رائع، كل العالم شهد بهذا النموذج. إذن عودة الشرعية يحتاج إلى دعم من الشعب اليمني، دعم من التحالف العربي، أن نقدم نموذج في مدينة عدن. صدقني لو رجع الرئيس هادي والحكومة من مدينة عدن لا يعني تسارع الحسم العسكري، نعم، وشعر المواطن اليمني بالأمان، نعم، وقدمنا نموذج رائع، مدينة عدن مدينة حرة فيها خدمات الماء والكهرباء. لكن للأسف هناك أطراف تعرقل الأمن والاستقرار وتقيم، نعم، وتقوم بالاغتيالات في مدينة عدن. نعم، يعني انتهى إلى صورة متفائلة في الشأن اليمني، لكن قبل ذلك في ظل الصورة المأساوية إذا صح التعبير التي رسمها لواقع وحقيقة الحكومة الشرعية، أستاذ خالد، ما خيارات الحكومة الشرعية في إعادة الحياة وإحياء وتجديد الحياة في الملف القضية اليمنية برأيك؟ أنا عجبتني عبارة صدقني اللي قالها الأستاذ صالح، وأنا شو أقول لك، صدقني أنه إذا استمرت السعودية والإمارات بهذه السياسة فسنجتمع في هذه الطاولة نناقش المشكلة السعودية والإمارات وميليشيات إيران داخل الإمارات والسعودية. هذا الذي أستطيع أن أقوله. يعني هي حقيقة الأمر علينا أن نتعامل مع الحكومة عبد ربه هادي ونظام عبد ربه هادي، هي سلطة انتقالية جاءت بعد الثورة، لم تسلم فعليا إلا ورقة المشروعية وعلم الجمهورية اليمنية، بقيت الدولة كلها فعليا تحت سيطرة الرئيس المخلوع، وتم الانقلاب على الرئيس عبد ربه هادي وفق سياسة غبية خليجية تبنت محاربة الربيع العربي وتبنت محاربة الإخوان المسلمين والإصلاح يعني بهذه السياسة، ووصلوا إيران إلى داخل صنعاء. يعني كانت ميليشيات الحوثي في صعدة وصلوها إلى داخل صنعاء، والآن بسياساتهم هذا الانتهازية الذي لا يريد أن تقوم دولة في اليمن لكي تظل اليمن تحت الوصاية والهيمنة، سيوصل الميليشيات هذه إلى داخل الرياض عما قريب. الشرعية اليمنية حاولت أن تقدم شيء يعني وواجهت، لكن مشكلتها أنها طعنت من المفروض أن ينصروها. حتى الآن أصبح
تقوت ميليشيات الحوثي بسبب هذه السياسات، قدمت النموذج. يعني عندما وجدوا أن الآن شرعية لا تحترم من من يدعي الاعتراف بها، من من يدعي القتال معها. يعني عندما تعلن الشرعية مثلا هاني بن بريك وزير الدولة تقيله وتحيله إلى المحاكمة وتستقبله الإمارات استقبال أفضل من ما تستقبل الرئيس عبد ربه هادي، الصراع مع الإمارات يعني الذي صار ظاهر أو مع السعودي الذي لم يظهر بعد هو صراع معنا كيمنيين، لأن الرئيس عبد ربه هادي لا يمثل شخصه، هو يمثل الشرعية اليمنية. ونحن نعرف أن هنالك مطامع معينة وأشياء تفرض على الرئيس عبد ربه يراد أن تمرر. على سبيل المثال الآن السعودية الآن تقوم ترحل المغتربين اليمنيين إلى داخل اليمن تحت اسم السعودة وفرض الرسوم، والميليشيات الحوثي تأخذ هؤلاء المرحلين الغاضبين الذين خسروا وظائفهم ومصادر قوتهم وكانوا ينفقوا من هذه مصادر القوت على من أخوه في الجبهة ومن أخوه في المعتقل ومن أخوه شهيد، ترحلهم إلى اليمن وتجليهم وتستهدف المهن التي يعمل فيها اليمنيين بشكل مركز. أكثر حوالي 1,000,000 مغترب الآن، كل المقيمين ليس فقط اليمنيين، اليمنيين بشكل مركز لأني استهدفت المهن التي يوجد فيها الأغلبية من اليمن. الأمر الآخر، اليمن في حالة حرب والسعودية تدعي أنها ستساعدها وأنها ستنقذها، تقوم ترحلهم. إذا كانت تركيا استقبلت 2,000,000 لاجئ يعني تركيا، فالسعودية كان يفترض التي تخوض حرب وضربت وحاصرت اليمن برا وبحرا وجوا يفترض أن تقدم استثناء لو قلنا أنها على سبيل المثال، لكن هي تستهدف بشكل ممنهج وبشكل خاص. بمعنى هنالك سياسة تركيع، معنى ذلك أن هنالك أشياء يراد أن تفرض على الرئيس عبد ربه هادي وهو لم يرضخ لها. يعني معذرة على المقاطعة، أدركنا الوقت بدقيقة من فضلك، ما المصير الذي يتجه إليه اليمن في ظل التفاعلات الحاصلة الآن؟ أولا أنا أتكلم هنا بصفة الشخصية بدقيقة حزبا أو جهة. أنا متفائل بأن ما يحدث في اليمن إن شاء الله سيكون هناك الحسم العسكري وأن دول التحالف ستكون جادة في مساعدة الشرعية في اليمن وأن يكفيها ما يحصل لها من انتقادات من كثير من أبناء اليمن في أي سواء أخطاء عسكرية أو أخطاء أخرى أو العمل على ضعف الشرعية. متفائل لأنه كل يوم ما زالت ضربات الطيران في اليمن من قبل دول التحالف قائمة، وهذا يثبت بأنهم جادون فعلا في الحسم العسكري. نتمنى أن يكون رد التحالف على الذين يشككون في دور التحالف وهدف التحالف أن يكون جواب في الميدان بمساعدة الشرعية بالحسم العسكري وعودة الشرعية إلى اليمن. أشكرك على التزام بالوقت بدقيقة أستاذ خالد، يعني قدمت رؤية تحليلية على مدار الحلقة، الآن ما المخرج الذي يحفظ اليمن من التفتيت؟ هو طبعا أضيف تمنياتي إلى تمنيات الأستاذ صالح وأن نطلع مخطئين ونظهر ونقول نعتذر للسعودية وللإمارات يعني، لكن للأسف ذلك المخرج لكن المخرج حقيقة الأمر هو سيكون بيد اليمنيين. السعودية تعبث، الإمارات تعبث، إيران تعبث، لكن لدينا عبث مباشر نواجهه. هم سيستنزفوا أنفسهم، هم يراهنوا على أنهم سيجهدوا الثورة، سيجهدوا التغيير في اليمن، لكن ما حدث في اليمن في 2011 كانت ثورة شعب، ليست تشبه ثورة 1962 نخبة استطاعوا أن يقتلوا البعض ويعتقلوا البعض ويشتروا ذمم البعض، لكن هذا حيشتروا ذمة 25,000,000 نقول 20,000,000 12,000,000 شارك في الثورة، هذا مستحيل. هؤلاء واهمون، كان لديهم فرصة للنجاة ولكنهم قرروا أن يغرقوا. واليمن ستخرج مثل ما خرجت الصومال وهم سيغرقون مثل ما كانت اليمن في هذا المستنقع. نعم، أشكرك أيضا على الالتزام بالوقت. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الأستاذ صالح الجبري مدير مركز يني يمن الإعلامي والأستاذ خالد الأنسي القيادي في الثورة اليمنية، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى لقاء.